شرفنا ونورنا في الاستوديو في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق. يا استاذ محمود مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير وعلى كل مشاهدينا. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. يعني في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي وامبارح وفوز الفريق بنتيجه 1-0، النتيجه الغير كافيه للتاهل. لكن تقييمك للمشهد بالأمس بشكل عام، سواء النتيجة، المباراة، أداء النادي الأهلي، الجمهور كمان وحضوره لمباراة الأمس. هو طبعا بعد مباراة الذهاب واللي حصل فيها والنتيجة الكبيرة اللي حصلت فوز صن داونز، ما كانش منتظر من فريق الأهلي أنه يقدم حاجة أفضل من كده، ان الضيف جاي بيلعب بافضليه كبيره جدا طبعا. نتيجه كبيره طبعا هيبقى صعب تعوضها، كانت بتحتاج معجزه. النادي الاهلي بدا من الدقيقه الاولى عمل اداء مميز جدا، واجه حارس صن داونز بمفرده اونيانجو شايل مثلا 3-4 فرص مؤكده، اضافه طبعا لفرص ثانيه ضايعه اللي في القايم وهدف ملغي كان صحيح باعتراف العديد من الخبراء ونجوم الكوره. فما كانش منتظر اكتر من كده من النادي الاهلي، ان كمان انت بتلعب تحت عبء نفسي كبير جدا انك تعوض، وانك في نفس الوقت رد اعتبار، وفي نفس الوقت خيط امل ضعيف جدا انك تتاهل لدور قبل النهائي، وفي نفس الوقت ضغط مباريات في الدوري جاي، اختبارات جايه، بتعمل حساب انك تكسب وتعمل دفعه معنويه، فكان في اهداف كتيره وضغط كبير وحضور جماهيري مكثف. اخبار بتتناقل ان الجمهور نايم على منافس بيع التذاكر عشان يحضر مباراه زي دي. اخبار مش تتناقل، دي صور كمان واضحه بالنسبه للناس كلها وشفناها كلنا، يعني مدى حرص جمهور النادي الاهلي ان هو يبات في الشارع عشان ياخد تذكره يحضر بيها مباراه غايه في الصعوبه، مباراه الامال فيها صعبه جدا ان انت تتاهل، فهو ده جمهور الاهلي. ومع ذلك الاهلي زي ما نقول هو قدم، يعني ما كانش منتظر افضل من كده، بالعكس ده في كان سيناريوهات كمان الناس بتتوقع ان لا النتيجه تخرج تعادل، صن داونز هيلعب باعصاب مستريحه. حتى بعد المباراه بيتسو موسيماني مدرب صن داونز قال انا تعرضت لضغط في مباراه النهارده ما شفتوش في ملاعب انديه كبيره زي الترجي وزي الوداد. قال لك النهارده ضغطت واعترف ان النادي الاهلي كان اداؤه افضل، اعترف ان كره عمرو السوليه اللي اصطدمت بالقايم كانت نقطه تحول كبيره في المباراه، أشاد بأداء النادي الأهلي وقال إن هو النهاردة كان أفضل مننا وإحنا تعرضنا لضغط كبير. فأظن إن هي كانت مباراة الذهاب كانت زي غفوة، يعني غفوة بوظت سيناريو كان ماشي كويس جدا مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، نتائج كويسة جدا في الدوري، كنت مبتعد بشكل كبير عن صدارة الدوري، دلوقتي بقيت متصدر الدوري، نتائجك كويسة، لكن كانت الأزمة كلها في المباريات الخارجية للنادي الأهلي وبعض الأخطاء الفنية البسيطة اللي يعني يتحملها لاسارتي بشكل طبيعي، لان هو المسؤول رقم واحد، وهو نفسه طلع قال كده، قال انا بتحمل كل حاجه بعد المباراه الاولى، واعتذر للجماهير بشان تبديلاته، بشان التشكيلات اللي بيبدا بها المباراه، بشكل يعني حسن او عدم حسن ادارته للمباريات خاصه خارج مصر. فاعتقد ان اتمنى ان يكون الاداء ده يكون دافع للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان خلاص بقى اللي جاي هيبقى مرحله الحسم، شهر ابريل هيبقى مرحله حسم مهمه جدا للنادي الاهلي بعد الخروج من بطوله افريقيا. دلوقتي هيبقى تفرغ كامل دولي للمسابقات المحليه سواء الدوري او كاس مصر في حاله استكماله. مكاسب من مباراه الامس ايه؟ احنا خلاص خرجنا طبعا بطوله وكل حاجه، لكن هل في مكاسب من مباراه امبارح؟ مكسب معنوي انك قدمت، يعني مش هنقول رد اعتبار، يعني برضو ايه، احنا مش عايزين نحمل امور اكتر من طاقيه اوتار او اي حاجه، لكن يكفي ان جماهير الاهلي حيت اللعيبه بعد المباراه. احنا ودي ثقافه لازما يعني تتنقل لنا تدريجيا، انت مش شرط تكسب كل المباريات، مش شرط تكسب كل البطولات، لازم نعترف ان ممكن يكون الخصم او المنافس افضل منك او اقوى او ظروفه افضل او استعداداته يعني انجح او التوفيق محالفه اكتر منك. فاعتقد ان دي ثقافه مهمه جدا ان هي تتربى في نفوس الجماهير، وفي نفس الوقت اللعيبه عليهم مسؤوليه كبيره جدا جدا. وشفنا المنظر بعد المباراه، كابتن حسام عاشور وهو بيلم اللعيبه حواليه، واضح ان الرساله ان اللي جاي لازم يكون يعني مصالحه كبيره للجماهير، ان دلوقتي بعد الخروج من دوري ابطال افريقيا اللي هي كانت تعتبر البطوله الاهم للنادي الاهلي الموسم ده، فاعتقد دلوقتي ما بقاش في بديل غير الفوز بلقب الدوري وتعزيز الصداره، لان برضو الفتره اللي جايه فيها اختبارات مهمه جدا جدا، فكان من المهم ان اللعيبه تخش او الفريق بكامل قواه بالجهاز الفني ان هو يخش الفتره اللي جايه بانتصار ولو معنوي على صن داونز. طيب رايك في جسامه ايه؟ حكم اللقاء. هو حكم اللقاء يعني عارف لما انت بتجري في ماراثون، يعني احنا بنتكلم عن هناخد شقين، الشق الاول قراراته الفنيه، يعني قراراته الفنيه ما فيهاش مشكله، يعني ما فيهاش مثلا خطا مؤثر، حتى الهدف اللي اتلغى بتاع جوني اراجاي لا ده كان مساعد الحكم. لكن مشكله الحكم ان هو بيموت اللعب، هو تحس ان هو جاي عايز كانك بتجري واحد ربطك بحبل، صح؟ تحت الفرصه اخطاء يعني ساذجه جدا
مثلا كوره معاك وبتاعتك اتاحت فرصه كمل اللعب، لا ده بيصفر كتير، بيعطل اللعب كتير، الوقت الضايع. اخطاء ساذجه ولا متعمده؟ والله يا بص انا ما عنديش من معلومه، خلال ما فيش معلومه اوكي، بس من خلال رؤيتك للمباراه مثلا، لا او خلال متابعتك لاداء هو مهمد اللعب يعني، حتى انذاراته في انذار اخير اداه وليد ازارو بعد مشاده بين اللعيبه، وليد ازارو ما كانش ليه علاقه بالخناقه اصلا. فغير كده الحكم بكاري الجسامه ليه وقع مع النادي الاهلي في نهائي الوداد، نفس السيناريو بالظبط في 2017 في ملعب محمد الخامس، نفس السيناريو برضو بيعطل اللعب، انذارات، مش عايز الكره تمشي كتير. صح. لكن هو كاخطاء مثلا مؤثره ان هو مثلا ظلم الفريق في حاجه ما معينه، لا مش شايف ان هو مثلا اخطاء مؤثره لي باستثناء الهدف، قلنا الهدف بيتحمله حامل الرايه، لكن يعاب عليه قصه اللي هي تعطيل اللعب، تحس ان هو في نوع من الغرض، انا ما اقدرش اجزم بكده طبعا ما نقدرش، بس يعني واضح من ادائه وطريقه فيها تعنت كبير. لا غريبه جدا، وخاصه في الشوط الاول، يعني الشوط الاول اونيانجو حارس سان داونز وقع 3-4 مرات لوحده، حسب دقيقتين بس، حسب دقيقتين وقت ضايع، الشوط الثاني حسب وقت ضايع ما تلعبش تقريبا. يعني هو اللي وقف فيه اكتر ما تلعب. فهو يعني رغم ان هو بيصنف من افضل الحكام في افريقيا، يعني حكام صف اول في افريقيا بتسند ليه مباريات مهمه جدا، سواء في بطولات كاس الامم او في التصفيات كاس العالم او تصفيات كاس الامم، وهو كان حكم مصر مباراه مصر والكونغو اللي صعدنا فيها كاس العالم، وهو اللي احتسب لنا ضربه الجزاء. بس تفتكر قبل ضربه الجزاء دي كان ليها ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ يعني هو برضو التحكيم الافريقي عموما خصوصا اللي هي القاره السمراء، يعني مش عايزين ناخد الامر عنصري، اصحاب البشره السمراء بالذات تبقى ليهم اخطاء صعبه شويه مش مفهومه. عشان كده برضو انت لو تلاحظ فين التحكيم الافريقي من كاس العالم مثلا؟ صح، مش هتلاقي. يعني اخر حاجه كان الراحل سعيد بلقوله المغربي كان نهائي كاس العالم 98. بعد كده مين الحكم الافريقي اللي لمع وفرض نفسه بقوه في تصفيات كاس العالم او في بطوله كاس العالم؟ مش هتلاقي. فالتحكيم الافريقي فيه دروب كبير جدا 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 يعني. يعني اتمنى ان يكون في تحسن شويه في اداء التحكيم الافريقي، وخصوصا ان دايما بيبقى اللغط والكلام كتير على التحكيم في قاره افريقيا بس، ما بنشوفش اللغط والكلام الكتير ده في اوروبا او في اسيا او في امريكا للاسف يعني. رايك كيف ازارو امبارح؟ ازارو امبارح لعب ماتش كويس جدا. كان النادي الاهلي كان بيحتاجه الفتره الاخيره، كان النادي الاهلي محتاج الجزء الامامي يبقى فيه نوع من السرعه شويه. ازارو من النوع اللي هو لعيب ما بيهمتش بالبلدي كده، عنده روح عاليه قوي، قوه، سرعه، التحامات كتيره، التحم كتير جدا كتير جدا مع حارس مرمى سان داونز والدفاع بتاع جنوب افريقيا، فكان النادي الاهلي كان محتاجه جدا، حتى الهدف جاي بصعوبه طبعا. هدف صعب جدا. اي نعم، هو يعاب عليه شويه ان هو قصه اضاعه الفرص السهله، يعني ازارو في حاجه غريبه، ممكن يجيب الصعب ويضيع السهل. فدي مشكلته الوحيده، لكن هو كاداء كمعدل كقوه كسرعه، لا انا شايف ان الراجل كان هداف الدوري السنه اللي فاتت. فهو بره التقييم، هو بس يعاب عليه، وده في اي حته في بره التقييم. ده بره التقييم، يعني بره التقييم، لا هو لعيب مميز جدا. ما انت مثلا عندك في ريال مدريد كلام كتير جدا يقال على بنزيما، لكن هو لاعب مهم جدا ما تقدرش يستغنى عنه، يعني ده من القوام الرئيسي للنادي الاهلي في اخر سنتين. فمش مستواه امبارح هو اللي بيقيم ازارو، لا، رغم كل الانتقادات اللي بتوجه ليه. عشان كده بسالك. لا لكن لا في لا انا بالنسبه لي كرايي انا مقتنع بيه جدا من اول يوم ليه في النادي الاهلي، والقناعه زادت تدريجيا واثبت كده في نهايه الموسم اللي فات ان هو كان هداف الدوري. هداف الدوري واكبر لاعب او اكتر لاعب جاب اهداف، لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد 18 هدف. هو بس يعاب عليه ان هو وبرضه يعاب عليه قصه اهدار الفرص السهله، لكن برضه في نفس الوقت يا جماعه ازارو لعيب صغير في السن، لعيب واللعب للنادي الاهلي ضغوط كبيره جدا جدا. هو برضه جاي من النادي مع احترامنا نيه الدفاع الحسن الجديدي، يعتبر نادي مش صغير التوب في المغرب، لا هو الرجاء ولا هو الوداد ولا هو المغرب الفاسي ولا هو الجيش الملكي ولا هي الانديه الكبيره دي. فهو انا شايف حتى الان شايف ان هو مقنع جدا جدا يعني. تمام، المرحله اللي جايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي، عندك مباراه بيراميدز، مباراه قويه جدا يوم الخميس، بعديها في مباراه المصري اعتقد يوم الاحد، هتبقى مباراه ايضا قويه جدا، تالي منافسه صعبه قوي في بطوله الدوري في ظل المستويات العاليه لكل الفرق خلال الفتره دي. نبتدي بمباراه بيراميدز، رايك في المباراه ايه، وازاي يقدر النادي الاهلي يتخطى هذه المرحله نفسيا قبل مباراه هتكون صعبه زي دي؟ مباراه بيراميدز يا امير هتعتبر مباراه قمه، لان اللي فايز بيها ممكن يبقى هو اول الدوري. صح، فلازم يبقى دي في حسابات الجهاز الفني. معوضه في الاعتبار ان بيراميدز لاعبين ماتشين زياده. معوضه في الاعتبار ان بيراميدز ماتشين زياده، لكن في نفس الوقت المواجهات المباشره بين النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز هتحدد لشكل كبير جدا مين اللي عنده القوه والنفس الطويل ان هو يكمل ويتوج في النهايه. كذلك بعد بيراميدز عندك مباراه المصري، مباراه المصري برضو مباراه مهمه جدا طبعا، ما ننساش ان المصري هو اللي ضيع الصداره من الزمالك لاول مره مع الكابتن ايهاب جلال، عاملين اداء جيد جدا. في طفره يعني، كان في اول الموسم برضو المصري يعني كان عنده دروب
مشابه شويه للنادي الاهلي. كان عنده كونفدراليه ومشوار افريقي وصل فيه قبل النهائي ومباريات صعبه، فيتا كلوب، وعاش مرحله صعبه جدا، ثم رحيل كابتن حسام حسن، ثم مصطفى كابتن مصطفى يونس يجي، ثم كابتن ميمي عبد الرازق. يعني كان حصل شويه خلل فني كده اثر على النتائج، لكن مع كابتن ايهاب جلال بدا الفريق يستعيد عافيته ودخل دلوقتي مربع ذهبي وبقى من القوه المؤثره جدا جدا، وبرده مبارياته مع انديه القمه هتحسم بشكل كبير مين بطل الدوري في النهايه. فالنادي الاهلي قدامه مباراتين في منتهى الصعوبه، برده في نفس الوقت مواجهه ضد بيراميدز، مواجهه الدور الاول كان خساره للنادي الاهلي 2-1، فريق بيراميدز فريق قوي جدا جداً. عنده قوه هجوميه جباره، رغم انه برضه غياب عمر خربين هيكون مؤثر في صفوف أكيد. نادي بيراميدز نادي بيراميدز عنده لعيبه لعبت منتخب مصر ولعبت بطولات كبيره، عنده عبد الله السعيد، عنده احمد الشناوي، عمر جابر، عنده لعيبه دوليه في منتخبات ثانيه، عنده إريك تراوري مميز قوي، إريك تراوري راجل جايب يعني كسبه ماتش الاتحاد اخر مباراه، صفقه كانت مهمه جدا في يناير رغم الكلام الكتير اللي هو كان هيروح ويجي، زائد برضو ان بيراميدز ابتعد عن مباريات حوالي شهر، عمل فتره اعداد اكتر شهرين تقريبا، يعني حوالي 36 يوم او 40 يوم، عمل فتره اعداد كده مصغره مع رامون دياز برضو مدرب ليه تقل مع جهاز فني معاون قوي جدا. الناحيه الثانيه النادي الاهلي عدى سان داونز، لكن برضو في جرح اليم طبعا لازم بقى يتداوى اكتر مع بيراميدز، وهيبقى صدام قوي برضو هيدل على قوه شخصيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ان هو لو تجاوز الاختبار ده ثم اختبار المصري اللعيبه دي هتبتدي تكتسب ثقه اكبر طبعا. هتبتدي تكتسب شخصيه البطل اكتر اللي هي كانت للاسف مفقوده في بعض اللحظات اللي هي اثرت في غفله سان داونز في جنوب افريقيا. لكن اكيد هتكون مباراه صعبه جدا، مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه بعد الخروج من بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هم اكيد خلاص هيركزوا في بطوله الدوري، لكن ايه المطلوب منهم فنيا مثلا او نفسيا وذهنيا خلال هذه المباراه؟ هو الخروج من دوري ابطال افريقيا هيخدم الاهلي في نقطه واحده إيه؟ اللي هي هيتفادى ضغط المباريات. خلي بالك برضو لو كنت تاهلت كنت هتلاعب الوداد المغربي، فريق قوي جدا جدا، مباراتين رايح جاي، وبعد كده ضغط مباريات بتلعب مباراه في ملعبك، ثم بعدها بثلاث ايام مباراه في القاهره، ثم هتروح المغرب فانت تفاديت ضغط المباريات ده. هيبقى محتاج النادي الاهلي او مارتن لاسارتي بالتحديد الاستفاده باكبر عدد ممكن من اللعيبه في الفتره الجايه، مع اللي هو يرسم كده قوام رئيسي هو ده اللي انا هكمل بيه لنهايه الموسم، وفي نفس الوقت يبقى في اسلحه بديله في حاله مثلا اصابات او ايقافات، لان الفتره اللي فاتت برضو في لعيبه استنزفت طبعا زي علي معلول مثلا، وشفنا محمود وحيد في اداء مميز قوي في مباراه المقصه، كان عمل مباراه كويسه وجماهير كتير اشادت بيه ونقاد اشادوا بيه، فاعتقد ان الفتره الجايه برضو محتاج انك تستفيد من اسلحه ثانيه كانت مركونه او بمعنى صح ما كانش يحق لها المشاركه في دوري ابطال افريقيا زي جيرالدو مثلا، برضو هتبقى في دم جديد هيخش الفرقه، فبرضو الفتره اللي جايه هتبقى سلاح ذو حدين للنادي الاهلي ومارتن لاسارتي بالتحديد، اللي هو هيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه. كمان صلاح جمعه، صلاح جمعه بشكل اكبر وجيرالدو زي ما انت بتقول، احمد الشيخ، بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد عن القائمه، كانوا بعيد عن الصوره سواء بقى الاصابات او سواء ابتعاد فتره طويله او عدم القيد في القائمه الافريقيه، هيكون بقى ليهم دور اكتر الفتره الجايه، برده زي حمدي فتحي لعب وسط الملعب، حمدي فتحي اداء مميز، بس هو كان بعيد بسبب الاصابه، لكن حمدي فتحي كان مقيد افريقيا. ما هي بص امير، اصابه وبعد كده بتلعب دوري وافريقيا صح، فمع الضغوط كمان النفسيه فاللعيبه مش معتاده، في لعيبه فعلا مش معتاده، انت جاي من نادي مع احترامنا لكل الانديه، نادي مش بينافس، مش مطالب ان هو يفوز بكل البطولات صح، نادي ما عندهوش جماهيريه كبيره بتضغط عليه، نادي ما بيحسبش الجماهير، بتحسب اللاعب دلوقتي النفس الواحد دلوقتي عندك السوشيال ميديا، اللاعب بيشوف كل ردود الفعل اللي كان بيسمعها في المدرجات زمان هو دلوقتي بيشوفها بعينه، وبيشوف الناس بتتكلم عنه بتنتقده ازاي، وايه اساليب او اي اسباب او نقط ضعفه وايه نقط قوته. فالمسؤوليه تبقى كبيره جدا على اللاعبين، لكن الاكثر المدير الفني للنادي الاهلي. المدير الفني طبعا مطلوب منه ايه؟ لا مطلوب منه زي ما قلت لك يستفيد من عناصر كانت بعيده الفتره اللي جايه. مطلوب منه هتبقى يعني الفتره الجايه دي منافسه على الدوري، وفي نفس الوقت نظره لمستقبل الفريق. كويس، دي جزئيه مهمه قوي اللي انت بتتكلم فيها دي. نظره للموسم، انت بس مش بتفكر في الماتش اللي جايه او الفتره اللي جايه، لا انت لازم تبص لقدام كمان مستقبل الفريق، مع وضع في الاعتبار اهميه طبعا الفوز في اي مباراه انت بتاخدها من خلال المرحله. هو دلوقتي يعني الشكل العام طبعا غير مقبول باي شكل ان هو يخسر بطوله الدوري، خاصه طبعًا بعد السيناريو اللي خرج بيه من دوري ابطال افريقيا. صح، دي نقطه ثانيه هيتم الحكم فيها بشكل جامد جدا على قدره لاسارتي ان هو يبني مستقبل الفريق الموسم اللي جاي بقى شكله ايه. خلي بالك الموسم اللي جاي انت داخل في منافسه قويه دلوقتي مع بيراميدز الزمالك اول تاني تالت، انت لازم حتى لو ما خدتش الدوري
على الاقل ما تبقاش الثالث او الثاني، لانك انت برضه هتفقد فرصه دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. لا المسؤوليه كبيره عليه جدا، المسؤوليه ان هو بيجدد الدم، هيبتدي يستفيد من بعض العناصر اللي هي ممكن يجهزها كمان للموسم الجديد. لكن بس هو الحاجه الوحيده، العذر الوحيد اللي فيه ان هو تولى المسؤوليه في وسط الموسم مع صفقات جديده، مع خروج، مع ضغط مباريات، مع اصابات غير طبيعيه كان توصل ل 15 و16 اصابه في ده الفريق. عذر كمان مش هين يا جماعه، يعني عذر حقيقي. عنده واحد بقاله 3 شهور بس موجود وما شافش اللاعبين دي قبل كده، وشافهم بس من خلال فيديوهات قبل ما يجي بكام يوم، يعني كون ان هو عمل فريق وكون لعيبه وقدر ان هو يحقق انتصارات متتاليه في بطوله الدوري، فدي حاجه ايضا تحسب له. مش بنقول طبعا ان ده مبرر لخسارته بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن برضه بيبقى فيه اعذار وبيبقى فيه ظروف لازم يعني نحطها في الاعتبار بالنسبه للمستر لوسر. بالظبط، هو العذر الوحيد ان هو جاي وسط الموسم، ووسط موسم اصلا يعني صعب جدا، وعندك كاس افريقيه وعندك دوري ابطال افريقيا بيتلعب بشكل مضغوط عشان البطوله تبتدي من السنه الجايه بشكل اخر، هيبقى مضاهل دوري ابطال اوروبا. فلاسارتي عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا، بخلاف الفوز ببطوله الدوري لا، هو كمان عليه مسؤوليه ازاي يبني الفريق من اول وجديد، وايه العناصر اللي ممكن مع الوقت تبقى يعني تاخد جنب كده شويه، اللي هو برده لازم يجدد. لازم يجدد، لازم، ولازم يحط ايديه ايه هي الصفقات بقى اللي هو عايزها بقى بالفعل. صح، عشان كده يعني تواجده هيكون مهم. فكره ان ممكن يكون في بعض الناس تقول لك لازم يبقى في مدير فني جديد ومش عارف، الكلام ده مش هيبقى في صالح النادي الاهلي اطلاقا في الفتره دي. يعني ما هو مش في صالح لانك مضغوط انت طبعاً. انت بعد دوري ابطال افريقيا والازمه الكبيره والخروج، لا انت عندك بيراميدز مواجهه صعبه جدا، عندك المصري اصعب، عندك مباريات كتيره جدا لسه، في مواجهه نادي الزمالك لسه، في كاس مصر يا عالم هيتلعب ولا، وكلها مباريات مضغوطه. وخصوصا ان هو كان عامل مباريات جيده في الحقيقه مع الاهلي فنيا وتكتيكيا وكل حاجه، كانت في مباريات جيده جدا في بطوله الدوري وبعض المباريات في بطوله افريقيا على ارضك. لا هو في ظرف تاني، في ظرف تاني غير ظرف الموسم الحالي، كان لاسارتي يمشي بعد المباراه الاولى، في ظرف تاني غير الموسم الحالي. غير الموسم الحالي غير الموسم بعد 5-0 دي موضوع صعب جدا. طبيعي موضوع، لكن احنا بنقول ان في طبعا اعذار او في وضع معين بيمر بيه الفريق هذا الموسم، ضغط المباريات، الموسم الاستثنائي زي ما انت بتقول، ده شيء طبيعي. بالظبط، حتى كان كابتن رد فعل كابتن محمود الخطيب بعد المباراه الاولى كان باعتراف كل اللعيبه بالجهاز الفني ان هو رد مش مظبوط، يعني مش مظبوط. فهو اول مره حاجه تحصل في تاريخ النادي الاهلي ان هو يخسر 5-0، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده خالص. فهي كانت الحدث استثنائي، لان الموسم الاستثنائي فدي برده زي فرصه ثمينه لاسارت ان هو لازم يستثمرها. لازم يستثمرها، اللي هو حارب على جبهتين، ان هو يفوز ببطوله الدوري وفي نفس الوقت بيبني مستقبل الفريق وبيحط رؤيته الموسم اللي جاي هيبقى شكله ايه. طيب عايزين نروح لملف بطوله الامم الافريقيه، ده احنا خلاص اتكلمنا على كل ما يتعلق بالنادي الاهلي سواء مباراته السابقه ومباراته المقبله، لكن ملف اخر غايه في الاهميه وهو يخص طبعا مصر بشكل كامل والمنتخب المصري الاول والاستعداد لبطوله الامم الافريقيه. قبل ما نخوض في الاستعدادات بتاعه المنتخب عايزين نتكلم على المنظر الرائع في القرعه اول امبارح، القرعه الخاصه بالبطوله والشكل الحضاري اللي ظهرت بيه هذه القرعه والتنظيم الاكثر من رائع اللي شفناه. انت من الناس حضرت القرعه صح؟ قول لي الامور كانت ماشيه ازاي؟ طبعا يعني حفل مبهج بصراحه، رائع، انيق، بسيط، اشاده عالميه. هو حدث يعني هو اكبر من مجرد قرعه بطوله بتتلعب، هي برضو رساله للعالم، احنا يا جماعه مستضيفين اول نسخه ب 24 منتخب، عندنا وفود، عندنا رؤساء دول او رؤساء اتحادات دول من مختلف دول العالم، من مختلف دول افريقيا، ونجوم سبق ليها لعب في اكبر انديه العالم زي يايا توري، زي ديوف، زي مصطفى حجي. فدي كانت رساله مهمه جدا، كان حفل بهيج جدا، كان بادره ايجابيه ان شاء الله تنظيم البطوله، ودي مسؤوليه كمان على اللجنه المنظمه ومديرها كابتن محمد فضل، ان هي لا المسؤوليه بقت مضاعفه، اللي هو بعد ما نجحت في الخطوه الاولى اللي هي حفل القرعه، لا احنا بقى الناس دلوقتي مستنيه حاجه افضل وافضل وافضل، وهو بيعد بكده هو وكل المسؤولين والجهود اللي بذلوها في الفتره اللي فاتت، ان تكون الحدث بقى الاهم بقى اللي بيهم الجمهور طبعا، اللي هو كره القدم وارض الواقع وشكل الملاعب والهيكله الجديده اللي الكل بيعد بيها في الموسم الجديد. تمام، اتكلمت مع احد النجوم الكبار من مختلف المنتخبات او مختلف الدول اللي حضروا هذه القرعه؟ طبعا كان ليا حوار خاص مع الحاج ديوف طبعا. كويس. بما انه هو نجم كبير طبعا، نجم يعني. كبير وسبق ليه لعب ضد منتخب مصر تصفيات كاس العالم، وكان ايقونه
لافريقيا في بدايه الالفيه الجديده، كاس عام 2002 2002، وهو كان يعتبر نجم قاره افريقيا فعلا. في الفتره من فعلا. 2001 ل 2002 قفز قفزه كبيره جدا من الدوري الفرنسي، راح ليفربول. فكلمناه عن الحفل، طبعا هو مبهور جدا بمكان القرعه، قال كان اول مره يجي مصر، حاجه جميله جدا المنظر. يعني مش اول مره يجي مصر، هو جه مصر أول مرة يزور الاهرامات. اول مره يزور الاهرامات. المنظر رائع بالنسبه له. طبعا دي نقطه بخصوص البلد، نقطه ثانيه بخصوص بقى الكوره، وشايف حظوظه ايه. المنتخب السنغال دلوقتي من المنتخبات القويه جدا، بتصنف من طبعاً. ضمن افضل عندهم اربع لخمس منتخبات، ساديو ماني، كلوبالي، لا عندهم لعيبه مميزه جدا، وبتلعب في اقوى انديه العالم. واتكلمنا عن اللي بيتقال في الفتره الاخيره وشائعات الغيره بين محمد صلاح وماني. مهم السؤال ده. فقال لا، هي منافسه طبيعيه جدا بتحصل، واخبار بتتداول كتير. هو حتى قال شبهها بنفسه، قال لك انا لما كنت بلعب في ليفربول كانوا برضو بيقولوا عليا نفس الكلام بيني وبين مايكل اوين. يعني برضو كان مايكل اوين كان يعني طبعاً. زي ما بقول الفتى المدلل لكره انجلترا، وكان لسه طالع بشكل كبير جدا في الفتره دي. فبيقول لا انا شايف ان هي المنافسه طبيعيه، هو شايف انه طبعا قدر من التعاطف شويه برده مع مانين. هو شايف ان هو السنه دي افضل من محمد صلاح، قال لك السنه اللي فاتت اعترف ان صلاح كان هو نجم الفريق والنجم الاول للفريق، وده بيحصل في اي حته في العالم. وكلام بيتردد على اي ثنائي هجومي في العالم، ان محمد صلاح وماني في بينهم شويه غيره، قال لك بس هما دي منافسه بينهم ولصالح الفريق. وفي نفس الوقت هو شايف، قال لك لو كان برده سالته قصة برضو ريال مدريد، في ترشيحات لريال مدريد شوية عن صلاح وشوية عن ماني، قال أنا ليفربول نادي كبير جدا ولعبت فيه وكل حاجة، قال بس ريال مدريد دي حاجة تانية. أكيد يعني أنا لو منهم وجالي ريال مدريد هروح ريال مدريد. هو حسمها كده بشكل كبير. هو المستوى الأعلى على العالم ريال مدريد وبرشلونة، ده طبيعي جدا. يعني أنت الخطوة أكتر أو أكبر ليفل ممكن تشارك فيه هيكون مع ريال مدريد وبرشلونة. هو بص أمير، التشبيه طبعا مع الفرق الكبير، يعني في هنا كلام بيتقال مثلا من لعيبة الكورة أو الوسط الرياضي عموما، يقول لك اللي ما لعبش كورة في أهلي وزمالك بالظبط ما لعبش كورة في مصر. في أوروبا حاليا الفترة الحالية اللي ما لعبش كورة في برشلونة وريال مدريد ما لعبش كرة عالمية. يعني أو بمعنى أصح برشلونة وريال مدريد ليهم سحر خاص، خصوصا السنوات الأخيرة دي شعبيتهم طغت جدا في الفترة الأخيرة. شفنا نماذج كتيرة جدا بسبب الدوري الإنجليزي، جاريث بيل راح ريال مدريد، كوتينيو ساب ليفربول راح برشلونة، سواريز قبليه راح برشلونة، قبل كده برضو زمان ديفيد بيكهام ومايكل اوين ريال مدريد. لعيبه كتير سابت الدوري الانجليزي وراحت ريال مدريد وبرشلونه. بس بيكهام كان راح عشان كان عنده مشكله مع السير اليكس فيرجسون ساعه الحذاء لما جه في حجبه وتعاطف. يعني بس يعني عامه هم ليهم سحر يعني برشلونه وريال مدريد. حتى قاعدتهم الجماهيريه في الوطن العربي بدات تطغى على مانشستر يونايتد وعلى انديه كتير عريقه، وميلان خصوصا كمان ان ميلان دلوقتي بيعت في الفتره الاخيره بصوره كبيره يعني. فبرشلونه وريال مدريد ليهم شعبيه طاغيه جدا في العالم. اكيد. طيب هنرجع نواصل حديثنا عن قرعه بطوله الامم الافريقيه، وكمان هنتكلم عن استعدادات المنتخب لهذه البطوله الهامه. بس خلينا نروح فاصل الاول، وبعد الفاصل نواصل. مكملين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه بينورنا في الاستوديو استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق. قبل الفاصل كنا بنتكلم على القرعه الخاصه ببطوله الامم الافريقيه، واللي كانت اول امبارح في مظهر اكثر من رائع شفناه كلنا. هل في اي تعليق سواء ايجابي او سلبي بخصوص القرعه، وخصوصا ان انت كنت متواجد يوميها؟ لا، هو بالنسبه يعني في حمله تفاؤل كبيره جدا بقرعه منتخب مصر باعتبارها مثلا بتضم زيمبابوي في مباراه الافتتاح. نتكلم فنيا بقى. طيب رايك في القرعه بقى. زيمبابوي، كونغو ديمقراطيه، واوغندا. انت اوغندا لعبتها في تصفيات كاس العالم 2018، ولعبتها في افريقيا كمان 2017 بس الامم الافريقيه، وزيمبابوي في تصفيات كاس العالم 2014، وكونغو ديمقراطيه في تصفيات كاس العالم 2010 بالظبط. فانت المواجهات يعني حديثه وقريبه، لكن في فروق كبيره جدا جدا في طبعا المجاميع اللي معانا على الشاشه. يعني في حمله الناس شايفه ان هي اسامي المنتخبات اللي هي سهله في او في المتناول بالنسبه لمصر. اوغندا متصدره مجموعتها في التصفيات تمام. منتخب زيمبابوي كان متصدر مجموعته في التصفيات على حساب الكونغو الديمقراطيه، يعني هم برضو المواجهه تتجدد بينهم زي ما كانت في التصفيات هتبقى في النهائيات في مصر. منتخب الكونغو الديمقراطيه عنده قوام قوي جدا، عنده لعيبه محترفين كويسين جدا زي باكامبو، وعندهم يانيك بولاسي لعيب كويس جدا. القوام المحلي بيضم من فيتا كلوب ومازيمبي، ودول من اقوى فرق القاره دلوقتي. مازيمبي وفيتا كلوب طبعا شفناهم. فيتا كلوب كان وصيف البطوله الاخيره، دلوقتي مازيمبي في المربع الذهبي لدوري الابطال. فكونغو الديمقراطيه فريق قوي جدا. اوغندا في تصفيات كاس العالم الاخيره حتى تبادلنا الفوز معاها 1-0 1-0، يعني هم كسبونا في اوغندا واحنا كسبناهم هنا في برج العرب. حتى لما اتقابلنا معاهم في كاس الامم في الجابون الاخيره
كسبناهم 1-0 في اخر الدقيقتين تقريبا بجول عبد الله السعيد. فهي منتخب برضو مش في المتناول زي ما الناس متخيله، ومعاهم مدرب من اشهر المدربين في القاره السمراء اللي هو دي صبر، ليه يعني خلفيه كويسه جدا عن الكره المصريه، كان ماسك الاسماعيلي فتره وكان ماسك الاسماعيلي الموسم اللي فات وقاده للمركز الثاني، ومدرب كويس جدا يعني، وعنده يعني خبره كبيره بالكره الافريقيه. لكن برضو المجموعه تعتبر كويسه، يعني مجموعه سهله مش صعبه، يعني مقارنه مثلا مجموعه المغرب عام كوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا، دي مجموعه صعبه جدا. بالعكس مثلا يعني هيرفي رينار بعد القرعه احنا بنقول مجموعه صعبه، المغرب كوت ديفوار، قال لك كوت ديفوار دي يعني بقت لعبتنا. كسبناها في ارضها في تصفيات كاس العالم، وهم صعدوا كاس العالم الاخير على حساب كوت ديفوار في كوت ديفوار، وخرجوهم من البطوله اللي فاتت في الجابون. يعني في بشر التفاؤل رغم صعوبه الاسماء، يعني صعوبه المجموعه تبدو على الورق، لكن في تفاؤل مغربي بواجهه كوت ديفوار. كوت ديفوار دلوقتي ما بقتش زي الاول، يعني الجيل برده بتاعها الذهبي بدا يندسه، ودلوقتي برده في اعداد جيل جديد، فهي مش بالقوه الكافيه. ممكن بس عندهم بعض العناصر المميزه، عندك اريك بيلي طبعا المدافع بتاع مانشستر يونايتد، عندك جيرفينو، عندك نيكولا بيبي. نيكولا بيبي ده برده من اللعيبه الناس تحط عينيها عليها، نيكولا بيبي ده ثاني هدافين الدوري الفرنسي. في منافسه بالمناسبه ما بين برشلونه وباريس سان جيرمان على هذا اللاعب. ورئيس النادي ليلي الفرنسي النهارده اعلن ان هو خلاص هيتباع لاعلى سعر بعد نهايه الموسم، لعيب كويس جدا يعني، مهاجم من الهدافين مميزين في اوروبا الفتره الاخيره. منتخب زيمبابوي هو الاول على مجموعته برضو في التصفيات. اللي بيزيد من صعوبه المهمه، احنا الاسماء تبدو للناس ان هي اسماء سهله، اللي بيزيد من صعوبه المهمه ان البطوله اللي جايه في مصر فيها الطمع شويه، لانك انت عندك للتاهل فرصه واثنين وثلاثه، يا يعني تطلع اول يا تطلع تاني يا تطلع افضل اربع توالت للدور الثاني. حتى دي صبر بعد سباستان دي صبر بعد القرعه قال لك المجموعه منتخب مصر كل الوفود وكل ممثلي المنتخبات بيرشحوا مصر باعتبارها صاحبه الارض والجمهور. عندها محمد صلاح واحد من افضل مهاجمي العالم في الفتره الاخيره، هداف الدوري الانجليزي، من افضل لاعب في افريقيا اخر سنتين. فبرضه دي بتحطك ستيب، لكن في نفس الوقت شايف دي صبر قال لك المجموعه مفتوحه لكل الاحتمالات، قال لك كل المنتخبات عندها امل. حتى حديث برضو مع اكثر من مدرب، رينارد، الان جريس، مدرب منتخب الكاميرون، مدرب جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه، هم شايفين ان البطوله منتخب مصر مرشح، الخمس منتخبات المتاهله لكاس العالم صاحبه قدم قويه في البطوله. كابتن حسني عبد ربه حتى كان لنا حديث معاه وقال ان منتخب مصر من ضمن المرشحين زائد دول المغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر، فهي البطوله هتبقى صعبه جدا عكس ما متداول. زي ما بقول لك ان عندك فرصه واثنين وثلاثه، ممكن منتخب بيطمع فيك ان هو عايز يطلع افضل توالت. زائد احنا بقى نبص لنفسنا، احنا عندنا مشكله يا امير. ايه المشكله؟ انك حتى محمد صلاح الفتره الاخيره مستواه متراجع، اللي هو النجم الاول المنتخب في مستوى متراجع فنيا او على مستوى المعدل التهديفي، وهو بدا ينشغل بامور شويه كتير بره الملعب. على مستوى ده مستوى القوام المحترفين، محمد صلاح هو النجم الاول للفريق طبعا، محمد النني بعيد جدا عن الصوره مع ارسنال، يمكن البريقه شويه الوحيده اللي فيها امل محمود حسن تريزيجيه في الدوري التركي، هو مستويات مميزه جدا مع قاسم باشا. على مستوى القوام المحلي، النادي الاهلي ونادي الزمالك، خلي بالك القوام منتخب اهلي وزمالك اللعيبه منهكه جدا تماما. النادي الزمالك عنده مشكله ويعاب على كريستيان جروس ان هو ما فيش تدوير في اللعيبه. طيب خلينا سريعا، هل تتوقع ان شاء الله نجاح مصر في التنظيم وكمان نجاح المنتخب في الفوز بالبطوله؟ التنظيم التنظيم ده تحدي كبير جدا جدا، هي اكتر بطوله كوره. منتخب مصر لازم او هو مرشح باعتراف كل الخبراء الافارقه وكل مدربي افريقيا، هو مرشح برضه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت القوام الرئيسي سواء من لعيبه الاهلي او الزمالك او تراجع مستوى المحترفين، فبرضه منتخب مصر يبقى مرشح دائم في كل البطولات سواء في مصر او خارجها. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم بطوله الامم الافريقيه وكمان في الفوز بهذه البطوله. محمود باهي طبعا الناقد الرياضي بالشروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا امير، شكرا. طيب دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، خليني سريعا بس قبل ما اختم معاكم اخد بعض طبعا ردود افعال جمهور النادي الاهلي على هاشتاج جمهوركم معاكم. سريعا ناخد اثنين او ثلاثه. رضا شبانه قال جمهور الاهلي بالامس ضرب اعظم ملحمه في الوفاء والانتماء، وبيشيد بشكل كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، ومنزل صوره مكتوب عليها لقد تعهدنا على السير معا يا اهلي. كمان احمد عباس قال على الحلوه والمره معاك يا اهلي، الدوري اهلاوي، وده واضح ان خلاص تركيز كل جمهور النادي الاهلي على الدوري خلال الفتره اللي جايه. دي كل وقت طبعا كان نفسي اخد بعض الرسائل اكتر من كده، لكن ده دليل كبير جدا عن مسانده كل جمهور النادي الاهلي للفريق خلال المرحله اللي جايه المقبله. خسرت افريقيا لكن لازم تركز في الدوري، مش بس تركز، لازم تفوز بالدوري وتفوز بالكاس باذن الله، وده اللي منتظرينه ان شاء الله من قبل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنوا حلقه جديده من نفس البرنامج.
البرنامج. إلى اللقاء.